ولسه مكملين معاكم ومع جوائز الجمهور، والجمهور مش بس في مصر ولكن في المنطقة العربية كلها اختار عمل حقق نجاح، وكان زي مباراة لمو صلاح. الكل في القهاوي بيشجع، الكل قاعد بيتفرج على توليفة جميلة من الشر ومن الحب ومن الكوميديا، توليفة قدر يصنعها بالقلم بتاعه وبعينه الحلوة في الإخراج، وقدر انه يصنع نجاح بنجوم وبعمل مشرف لمصر في المنطقة العربية. المخرج المبدع محمد سامي، بقول لك ألف مبروك، سعيدة بيك وبنجاحك، وسعيدة ان انت قدرت تعمل حالة للدراما المصرية في المنطقة العربية. ميرسي يا بوسي، ربنا يخليك يا رب، وميرسي على التقديمة الحلوة، ودايما لسانك حلو ودايما بتقدمينا تقديمات حلوة. لا تستاهل كل خير، وانت عارف يخليك. ويمكن انت رحت دبي ولفيت المنطقة العربية وشفت التكريمات واستقبال للناس ونزلت الشارع، ازاي قدرت تصنع النجاح اللي من زمان ما قدرناش ان احنا نشوفه على الشاشة، ان احنا نشوف المسلسل زي ماتش كورة، وماتش كورة لمو صلاح مش لأي حد، اللي متفق عليه الناس كلها في القهاوي، وفي وقت ان في مسلسلات كتير وفي فضائيات كتير. يعني كان ده ممكن يحصل زمان قوي، كان بيتعرض مسلسل واحد على الأولى والتانية ويحقق نجاح، لكن مع التقدم والتكنولوجيا ما شفناش ده الها ده. فهل الكاتب محمد سامي هو اللي قدر يحقق ده، ولا المخرج محمد سامي؟ لا، هو ده اتحقق الاول، اول حاجه بربنا سبحانه وتعالى الحمد لله لوحده. تاني حاجه بعد كده انه كرمنا، مش محمد سامي لوحده، محمد سامي ده بيشتغل هو وكرو وكاست. محمد سامي بيشتغل معاه نزار شاكر، معاه غدا عز الدين، معاه خالد حماد، معاه احمد عباس صابر، معاه محمد الدالي، مع محسن عبد المنعم، مع هيثم نبيل وخالد نبيل، مش خايف أن سعيد رمزي، معايا ناس كتير قوي مصورين، تامر وشادي، معايا ناس كتير قوي، ومعايا كاست جميل كله نجوم وكله شطار وكله متفاني، معايا شركة إنتاج محترمة زي محمد السعدي، ومعايا محمد سري. كل دي ناس تعبت وكل دي ناس اشتغلت. الموضوع بيبدأ من عند السكريبت، أنا وصديقي مهاب طارق وزميلي مهاب طارق، عملنا اول ما عملت القصه ورجعت عملت بعد كده السكريبت انا ومهاب، واحنا قررنا ان احنا نخلي الجمهور هو البطل، قررنا نخلي الجمهور مشارك في العمل. الجمهور يقعد يخبط على السكرين كل شويه ويقول لا ما تعملوش، خد بالك، لا الحق، بص وراك. هو ده اللي عمل الحاله دي اعتقد بعد توفيق ربنا. بس في الاخر احنا بنقول التفاني في الشغل، وان الواحد يموت نفسه في شغله ويركز في حاله ويركز في اللي يخصه وما يركزش مع الآخرين، هو ده أهم حاجة. ربنا سبحانه وتعالى وطاعة والدينا، ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا النجاح والتوفيق.